تجربة القنبلة الجزئية المطلوب فيها تعيين كلمة مقاومة مجهولة اسمها OA، ومقاومة مجهولة تانية اسمها OB، وتحقيق قانون التوصيل على التوالي، قانون التوصيل على التوالي، وأجيب المقاومة النوعية السابقة. في التجربة الدائرة اللي موجودة عندي أنا اللي بوصلها، القنبلة الجزئية هي عبارة عن ثلاث قطع من النحاس، قطعة على شكل عدد 6 ناقص العدد 2 اللي موجود عندي، وفي سلك محطوط على مسطرة. السلك ده المسطرة دي بدل ما أقول الصفر لغاية 100، السلك ده طوله متر، عشان كده بسموه المسطرة دي مسطرة مترية. في فتحتين موجودين عندي، الفتحة اللي جنب الصفر هوصل فيها المقاومة المعلومة اللي هي صندوق المقاومات، والفتحة الثانية هوصل فيها المقاومة المجهولة اللي أنا عايز أجيبها، سواء كانت الـ RA أو الـ RB أو السلك أو التوالي أو التوازي، هيوصل في الفتحة الثانية اللي هنا اللي هي بنسميها RB. في نص القنطرة بيوصل الجلفانومتر اللي عندي بالسالب أو بالموجب، مش هتفرق، مش مهم الإشارات. وطرفين القنطرة الأول والآخر بيوصلوا على طرفين البطارية بالمنظر ده كده، السالب من القطب الموجب أو السالب بطرف البطارية الخارجي، والطرف الثاني بطرف البطارية الخارجي. الدائرة اللي عندي كده بالشكل ده وصل، وعشان أتأكد إن الدائرة اللي عندي وصلت ببص على الجلفانومتر اللي موجود اللي هو ده، المؤشر بتاعه في النص عند الايه؟ عند الصفر. لو حطيت السلك اللي موجود عندي على اول سلك القنطره، هلاقي ان المؤشر بتاع الجلفانومتر اللي موجود عندي الناحيه الثانيه هيبدا ينحرف ويروح في اتجاه ما بالمنظر ده كده. اهو يعني انا بشيل الاقيه اتحرك في الاتجاه ده، بشيله الاقيه اتحرك في الاتجاه ده. ولو حطيت على اول سلك القنطره من الناحيه الثانيه كده، هلاقي ان مؤشر الجلفانومتر يتحرك في اتجاه ايه؟ العكس. يعني المرة اللي فاتت انحرف شمال، المرة دي انحرف ناحية الايه؟ اليمين. كده انا اتأكدت ان الالتزام عندي على الخط على القنطرة اللي موجودة. فبحرك السلك بتاعي على طول سلك القنطرة بالمنظر ده كده وبالراحة، ونظري على الجلفانومتر اللي موجود هنا، لغاية ما الاقي مؤشر الجلفانومتر اللي موجود اتحرك ووصل واستقر عند كام؟ عند الصفر. مش كده؟ بالمنظر ده كده. عند كام وصل عند الصفر؟ عند طول 48 سم. يبقى انا خدت المقاومه من صندوق المقاومات اللي هنا معلومه، وحركت لغايه ما حصلت على الطول اللي بيحصل عنده الالتزام، جبت الطول ده طلع في 48 سم، ده بسميه ال1. لو طلعت 100 من ال1 يديني الطول ال2. وشرط الالتزام ان ار1 على ال1 بيساوي ار2 على ال2. ار1 معلومه اللي انا واخدها من صندوق المقاومات، ال1 الطول اللي قصادها على القنطرة المترية، وال2 اللي هو 100 ناقص ال1 يبقى كل ار2 دي المقاومة اللي أنا عايز أجيب قيمتها اللي هي في الحالة بتاعتي ار2. ده لما أخدت مقاومة من صندوق المقاومات قيمتها 5 أوم. هكرر مع مقاومة تانية تكون 10 أوم وأعمل نفس الحكاية وأجيب ال1 ال2 وار2. أكرر مع تالتة عند قيمة تالتة 15 أوم وأجيب ال1 وال2 وأجيب ار2. في الحالة دي ار2 اللي طلعت عندي ثلاث مرات هاخد المتوسط بتاعها، المتوسط بتاعها هيديني المقاومة ار2 اللي انا بقول ان هي المقاومة ار2. في نفس الوقت هشيل الطرفين دول من المقاومة ار ايه بعد ما خلصت، هحطهم على المقاومة الثانية اللي بعدها اللي اسمها ار بي، وهعمل نفس الجدول اللي هنا ونفس المقاومات واحسب قيمة المقاومة ار2 اللي هي ار بي. يبقى انا حسبت قيمة مقاومة مجهولة ار ايه ومقاومه مجهوله ار بي. قال لي لو انا عندي الار اي طلعت ب 6 والار بي طلعت ب 10، يبقى ناتج توصيلهم على التوالي هو مجموعهم اللي هو الار اي زائد الار بي، يعني 6 زائد 10 بيساوي 16. القيمه اللي انا حسبتها دي بسميها القيمه النظريه، لان انا ما حسبتهاش من تجربه عمليه. وعشان احسبها من تجربه عمليه موجوده عندي، قال لي ان انا هوصل المقاومتين ار اي وار بي الاثنين اللي موجودين عندي في القنطره بالمنظر ده كده. سلك من مقاومة ار اي للقنطرة، وسلك من القنطرة من مقاومة ار بي للقنطرة للطرف الثاني من القنطرة، وسلك يوصل ما بين ار اي وار بي. في الحالة دي يبقى انا وصلت المقاومتين اللي عندي على التوالي. اشتغل التجربة واعمل جدول ضخم المقاومات موجودة عندي واحسب قيمة الار 2 اللي هي تديني ار اي بي على التوالي. يبقى انا حسبت القيمة النظرية وحسبت من الجدول القيمة العملية، احسب الايرور ريشيو او نسبه الخطا من القانون. بيقول ان القيمه النظريه ناقص القيمه العمليه او القيمه النظريه في 100 يديني نسبه الايه؟ الخطا. الجزء اللي بعد كده ان انا اوصل الدائره اللي موجوده عندي على التوالي. هوصلها ازاي؟
قال لي السلكين اللي موجودين في الار اي اهم، وهجيب سلكين من ار بي اوصلهم للقنطره. في ناس بتوصل كده، وفي ناس ثانيه تقول ان انا هاخد ادي القنطره اللي موجوده عندي اهي، وادي المقاومتين ار اي وار بي اللي موجودين عندي، انا موصل الار اي وهاخد سلك من ار بي للار اي او من ار بي للار اي، التوصيله دي او التوصيله دي الاثنين بيدوني التوصيل على الثواني، بغير قيمه المقاومه ار 1 من صندوق المقاومات بس طول ال 1 طول ال 2، اعوض في القانون بتاع الاتزان واجيب قيمه المقاومه ار 2 ثلاث مرات، اجيب المتوسط يبقى دي قيمه الار اي بي على التوالي. بعد كده عايزين اجيب المقاومه النظريه، طبعا واجيب القيمه النظريه والعمليه واحسب نسبه الخطا. القيمه النظريه بتيجي من القانون ان ار اي بيساوي ار اي في ار بي على ار اي زائد ار بي، واحسب نسبه الخطا من ان انا جبت القيمه النظريه ناقص القيمه العمليه او القيمه النظريه في 100. عشان اعمل بقى بعد كده المقاومه النوعيه للسلك، لو بصيت على العلبه اللي مديهاني بلاقي فيها سلك موجود بالشكل ده كده ملفوف، وهو محدد لي ان طول السلك ده 30 سم ونص قطر مقطعه الدائري عباره عن 1/10 او 15% سم، هو بيحدده لي. كل اللي انا بعمله ان انا هعتبره كمقاومه مجهوله، وهنقل الطرفين بتوع القنطره في السلك اللي انا عايز اجيب طوله اهو، واعمل برضه نفس الجدول هو هو ار 1 واجيب ال L1 وال L2 وال R2، اعوض القانون اجيب المقاومه الثالثه المجهوله اللي انا هسميها R3. واحسب المقاومه النوعيه بتاعت السلك اللي انا عرضتها بالرمز لو، من العلاقه اللي بتقول ان المقاومه النوعيه بتساوي ال R اللي هي المقاومه اللي انا جبت قيمتها من القنطره المتريه في ال A اللي هي مساحه السلك اللي هي باي R تربيع على L. الوحدات بتاعتها اوم في سنتيمتر، الوحدات بتاعتها اوم في سنتيمتر، ومقلوب المقاومه النوعيه يديني حاجه بسميها التوصيليه النوعيه اللي هي وحدتها اللي هي السيمون او اوم اس ناقص 1 سنتيمتر اس ناقص 1. العامل اللي توقف عليها المقاومه النوعيه للموصل مفيش حاجه غير نوع ماده السلك ودرجه الحراره.